يا مساء الخير والسعادة على كل اللي بيتابعونا وبيشوفوا برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى. دايما معاكم إمام مختار كل يوم اثنين الساعة 7 بالدقيقة ويحكى أن. النهاردة بقى أنا جاي أتكلم معاكم عن حاجة مهمة جدا جدا، تبان عادية بس أنتوا عارفين طبعا موضوعاتنا طول الوقت عادية، السهل الممتنع، ومن غيرها حقيقي الحاجة دي ما نقدرش نعيش. النهاردة هنتكلم عن الأكل. بتقولي إيه؟ الأكل؟ آه هنتكلم النهاردة عن الأكل، بس مش أي أكل، ده بالتحديد كده emotional eating اللي هو إيه يعني؟ يعني الأكل العاطفي. هو في أكل عاطفي وفي أكل نكدي؟ آه في أكل عاطفي. الأكل العاطفي ده اللي مرتبط بحالتنا النفسية ومشاعرنا الحلوة. خليني أقول كده في البداية إن مفيش شك إن الأكل في حياتنا سبب مهم جدا من أسباب السعادة. كتير مننا عاش الإحساس ده قبل كده، ما بروح قبل أخلص شغل دلوقتي وأروح أكلم أمي مثلا عاملة أكل إيه النهاردة؟ يا سلام بقى لو قالت لي عاملة لك ملوخية ولا محشي ولا ورق عنب اللي أنا بحبه. في أكلات كده معينة إحنا بنحبها بتدينا سعادة، يعني ناس تحب المكرونة البشاميل، ناس تحب المحشي، ناس تحب السوشي، أي أكلة أنا بحبها الأكل فعلا سعادة. وفي ناس سعادتها إن هي تخرج، يلا بينا نتلم النهاردة ونخرج خروجة حلوة، الخروجة الحلوة دي كلها ملمومة على الأكل، إن إحنا نروح نجرب أكلة جديدة. عشان كده في ناس كتير جدا بتتابع صفحات بلوجرز بيقدموا أنواع أكل أو أكلات، وتلاقيه بيقولك أحسن مكان ممكن تاكل فيه سوشي كذا، أحسن مكان تاكل فيه سمك كذا، يعني بيدونا كده إيه جايد إن إحنا نروح ناكل الأكل ده فين، بغض النظر إن الأكلات دي صحية أو مش صحية، بس إحنا بنروح مع الأكل. إحنا أصلاً شعب بيحب الأكل، شعب أكيل يعني. بس في نفس الوقت عايزة أقول إن أي حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها، يقولك اللي يزيد عن حده يتقلب ضده. والمتعة دي اللي إحنا بنحسها في الأكل والأكل اللي إحنا بنحبه ممكن بدل ما تبقى متعة حب تبقى تتقلب لحزن، لأن الأكل من غير نظام صحي أو من غير كنترول ممكن يجيب أمراض كتيرة جدا، وطبعا أهم مرض بنتكلم عليه هو مرض السمنة. وبلاش بقى الكلام اللي فيه بعض الستات بتصدق فيه إن مثلا السمنة دي من علامات الجمال. زي إيه مثلا؟ زي مثلا إن الصين طبعا انتوا عارفين فيها ستات كتيرة قوي مليانة في الوزن، خلاص، وعندهم كده إيه يعني زي حكمة بتقول اللي هتتجوز أسرع هي اللي هي مليانة أكتر، يعني السمينة أكتر في الصين هي اللي هتتجوز أسرع. أما بقى لو رحنا فيتنام يقولك بقى السمنة رمز للراحة النفسية، يعني كل ما تبقى تخين كل ما يقولك لا الراجل ده مرتاح نفسيا. أما بقى في الحضارة الهندية فالسمنة هي رمز للعظمة والكبرياء. يا سلام طبعا كل الكلام ده مش حقيقي، لأن السمنة خطر جدا جدا على الست أو على الراجل. المشكلة كمان اللي هنركز عليها النهاردة إن في ناس عندها الأكل نوع من أنواع تفريغ الطاقة، يعني أنا باكل وتلاقيه بياكل كل حاجة نهم، هو بيفرغ طاقة ومرتبط جدا بالمشاعر والحالة النفسية، وده اللي معروف باسم الإيموشنال إيتينج أو الأكل العاطفي. هنتكلم النهاردة أكتر بالتفصيل عن أنواع الأكل ديت وإيه الحاجات اللي بتدينا نوع من العاطفة الحلوة اللي بناكلها، يعني ايه الاكلات اللي بناكلها او نوع الاكل اللي بناكله اللي بيخلينا مرتاحين نفسيا كده وحاسين بالسعاده، وازاي نقدر نسيطر على رغبتنا في الاكل، لان في ناس تاكله بشكل مرضي، يعني بياكل ما عندوش حته الشبع اللي هو انا باكل وخلاص، طاقه بتطلع وخلاص متضايق. يعني مثلا زي احنا كبنات وستات، انا من الناس اللي لما بزعل ما باكلش خالص. في واحدة صاحبتي بقى لما بتزعل ما بتسيبش الأكل، أكل ليل ونهار، تقولي أنا بقى بقوم الفجر أفتح التلاجة أكل أي حاجة قدامي في التلاجة. شخصيات يعني، أنا بميل زعل ما باكلش، ولما بفرح برضو ما باكلش. في ناس تفرح تاكل تزعل تاكل. طب ما احنا بقى عايزين نعرف بقى نعمل كنترول على الحتة دي، ومين بيحب الأكل أكتر، الستات ولا الرجالة؟ كل ده هنعرفه من ضيف اللي هيكون معايا في الاستوديو، الدكتور احمد دياب، استشاري التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه والنحافه. وطبعا اكيد اكيد انا مش هسيب الحلقه كده، كل واحده عايزه تعمل دايت، كل واحده عايزه تسال على حاجات. النهارده هنرد على كل الاسئله، وهنحاول احنا في نهايه الصيف هنحاول ناخد كده روشته لطيفه منه ان احنا نبتدي بقى ننزل كل بقى البطاطا والذره والايس كريم والزلابيه وكل الحاجات اللي بناكلها على البحر على مدار الصيف كله.
بس قبل ما نتقابل مع ضيفي في الاستوديو معانا من خلال زوم فود بلوجر احمد اباظة، نفهم منه اكتر ذوق الناس اليومين دول في الاكل ايه، وليه الاكل عند ناس كتير جدا متعه وسعاده، مع اني شايفه ان الفيديوهات دي اللي احنا بنشوفها دي بتشجع الناس اكتر على الاكل، بغض النظر بقى سواء هو يعني اكل صحي او غير صحي او هو متبع نظام غذائي ولا لا. مساء الخير يا اباظة. مساء النور. الاول مساء الخير عليك، وعايز اعرف منك بقى في الاول كده ليه اخترت الاكل عشان تقدم فيديوهات عنه؟ بصي، هو انا مش هكذب عليك، هي في الاول موضوع جه صدفه، بس هي الموضوع يعني فيما فيه ان انا كنت بشوف ناس كتير اول مثلا بتتكلم على اماكن معينه او حاجه، وبغض النظر يعني الناس دي مين، بس انا كنت ساعات لما بروح مثلا مكان او حاجه كنت بلاقي ان مش دايما المكان بيبقى صح، او مثلا حتى لو المكان صح والذوق فعلا هو مظبوط وكل حاجه، بس انا مثلا كنت بلاقي ان انا ذوقي مختلف. فمن هنا اصلا بدايه القناه بتاعتي اللي انا ابتديتها، وبدايه الفيجن زي ما بيقولوا ليها، يعني ان انا عايز اوصف للناس كل حاجه انا باكلها، مش هقول بس رايي في الحاجه، لا انا هوصف لهم كل حاجه من الاخر انا باكلها، هي فيها ايه، عامله ازاي، الملح فيها كتير ولا قليل، بغض النظر انا بحب ايه، هل انا مثلا بحب الحاجه الحادقه، لا انا دي ماليش دعوه بيها، بس انا هقول لهم ان هي الملح فيها زياده. ممكن يكون حد فعلا بيحب الحاجات الحادقه ويروح من ورا الكلام ده، ممكن الحاجه النيجاتيف اللي انا شايفها تبقى بالنسبه له بوزيتيف، فانا من الاخر بوصف له الحاجه كلها عشان يبقى هو عارف هو رايح على ايه، بس مش مجرد هي حلوه ووحشه وخلاص. طيب انت واكيد طبعا اصلا انا في ورايا تفضيلات، انت بطبيعتك يا اباظه انت بتحب الاكل، يعني انا شايفاك نحيف، اه يعني دايما بشوف نجوم بس مليانين يروح مطاعم وياكل، فانا بصدقه لان بلاقيه مليان. يعني فاهم ازاي، لكن انت شكلك نحيف يعني. بص، هو انا والله زدت حبه حلوين والله بعد لما ابتديت الفود بلوجنج يعني، بس انا على طول عندي وسواس اللي هو زياده الوزن، فانا اول ما بزيد لا بلحق نفسي، طب والله مثلا انا بدل ما انا كنت بصور مثلا 3 فيديوهات في اليوم، لا بصور فيديو واحد، بدل ما كنت بصور whatever مثلا حتى لو فيديو كل يوم، لا هبتدي اصور فيديو كل يومين مثلا، وابتدي ان انا انزل اتمشى او انزل اجري، او حتى بدل مثلا ما انا كنت بدوق مثلا او اخلص الطبق كله مثلا في الفيديو، لا ابتدي اخد لا معلقة معلقتين او حاجة لا، كده يعني. وكمان يعني كبلوجر لما بتروح تجرب الاكلات في المطاعم احنا ما بندفعش فلوس يا اباظه، فاكل بقى ببلاش واكل بقى لا براحتي لا لا وديه. لا والله، هي دي بس نظرة مش عارف، ده والله اللي انا بلاقيه عامة في كل الكومنتات، انت ليه بتاكل ما ليه بتدفعش بالعكس على فلوس ولا فكره حاجة. هو ده والله دعايه والله انا للمطاعم. بدفع عادي. لسه خليك امبارح صريح كنت يا بدفع اباظه، خليك تقريبا صريح. 1500 جنيه تقريبا ولا حاجة. والله انا بجرب بس والله حبا في الموضوع عشان احاول اظهر للناس التجربة كاملة، حتى مثلا لما محل بيكلمني او حاجة عشان اروح، لا انا قبلها بجرب المحل مرة واثنين وثلاثة لغاية ما اتأكد ان المحل ده فعلا بيقدم كواليتي كويسة عشان اصلا اقبل ان انا اروح له، واقبل مثلا ان هو يبقى وتبر اعلان او اي حاجة الناس مثلا طيب بتبقى شايفة. لا اصل على انت فكره هو ده مش عيب، يعني انا كمذيع بيتعرض عليا مطاعم كتير اعمل لها ريفيو كده، فده مش عيب يعني، ده دلوقتي عادي يعني اعمل له دعايه مقابل ما بدفعش جنيه، بس ماشي واضح مش هكلف الحته دي. خلينا نروح لنوعيه الاكل، نوعيه الاكل بتقدمها ايه، صحي ولا غير صحي، ولا بتحب تقدم اكلات جديده يعني تعرف الناس على اكلات جديده؟ بصي، انا بالنسبه لي الصراحه بحاول يعني من فتره لاخرى بحاول اقدم حاجه هيلثي، بس ان يعني اكيد حضرتك برضه عارفه احنا هنا في مصر محدش بيحب الاكل الهيلثي يعني تقريبا، ف محدش، ما انت لو قدمت كله اكل هيلثي محدش هيتابعك. يعني بالظبط. لازم شويه محشي كده شويه. بس انا عامه انا بحب اجرب الحاجات الجديده يعني، انا مثلا عندي سلسله حتى على الصفحه اسمها اكلات من بره مصر، دي بجرب المطاعم اللي من بره مصر فاتحه هنا مثلا، او حتى الناس اللي هنا مصريين بس بيعملوا اكلات مثلا كويتيه سعوديه اي حاجه من الحاجات دي، حلو ده. انا احب ان انا اروح اجرب الحاجات دي اولا ليا يعني، دي ملهاش علاقه بالقناه او ملهاش علاقه بحاجه، بس ببقى عايز اشوف انا الحاجه دي نفسها هل هي فعلا حلوه زي ما الناس بتتكلم ولا لا. انت لقيت الناس بتتابع اكتر الحاجات على الاكل اكتر من اللبس واكتر من الازياء والحاجات دي، يعني سوق الاكل ماشي اكتر يعني كفيديوهات كدعايه؟ والله بص، هو انا شايف دلوقتي ان هي السوشيال ميديا بوجه عام هي
كل يعني احنا مثلا انا حتى كأنا باظه، وانا لما باجي بتفرج على فيديوهات اكل، بتفرج على فيديوهات كوره، بتفرج على فيديوهات لبس. احنا في حاجات كده ثابته الناس كلهم محتاجينها زي الاكل، اللبس والكوره هي مكمله معانا على طول. برضو الحاجات الاخبار والناس، في برضو كذا حد برضو بيقدم اخبار بشكل كويس، والحاجات العلميه. يعني في كم توبيك كده انا شايف ان هو لا، دول ما بيخلصوش، حاجات مش هينفع تعمل لها ريبليسنج، بس ممكن الطرق ناس بتتقبلها من شخص عن التاني. ده نقطة شكرا انا ليك يا شايف. أباظة، ونورتنا في يحكى أنا، ودايما بقى تقدم لنا كل جديد في الأكل. شكرا ليك. ان شاء الله. شكرا يا صلاح. طبعا الأكل يعني ما يعني لا جدال، يعني كلنا بناكل وكلنا بنحب الأكل، بس النهاردة بقى عايزاكم تركزوا جدا في الحلقة عشان محضر لكم مفاجأة، يعني مفاجآت عن أنواع الأكل الايموشنال فود. ايه اللي بيعلي الاوميجا 3؟ ايه اللي بيخليني احس بالسعاده؟ ايه اللي بيخليني احس بالهدوء؟ ايه الاكلات اللي ممكن تخليني نايمه في نوم بارتياح؟ في ناس كتير عندها ارق، يعني في بعض الاسرار كده يعني خاصه بالاكلات اللي احنا بناكلها معانا النهارده. خلينا بقى نستقبل ضيفنا الموجود معانا، الدكتور احمد دياب، استشاري التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه والنحافه، واللي هنتكلم معاه اكتر واكتر في موضوع حلقتنا النهارده، ازاي ناكل صح، وايه الاكل العاطفي، وايه الاكلات المفيده اللي لازم نركز عليها. خليكم معانا. فرجعنا لكم تاني مشاهدينا، ومعانا ومنورنا في الاستوديو الدكتور احمد دياب، استشاري التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه والنحافه، واللي هنتكلم معاه اكتر في موضوع حلقتنا، الاكل الصحي والاكل غير صحي، اما بقى دور البطوله للاكل العاطفي. ايه هو الاكل العاطفي يا دكتور؟ مساء الخير الاول. مساء النور، ازي حضرتك؟ الحمد لله. بصي، هو الاكل العاطفي دي طريقه بيلجا ليها بعض الناس عشان يواجه بيها مشكله، سواء حالة توتر شديدة أو مشكلة نفسية أو عاطفية. والحقيقة الناس دي بتبقى مظلومة. طبعا. لأن هو بيخش بياكل بكمية كبيرة يوصل لدرجة الإفراط، ولكن هو بيبقى مزقوق من المخ. المخ عشان يستعيد التوازن النفسي بتاعه تاني ويهدى محتاج عناصر. فبيزق الواحد ده على أكل معين. يعني عشان كده دايما يقولك اللي بيجيله هبوط ساعات المخ ذات نفسه بيديله اشاره يقوله مثلا كل حاجه حادقه، تلاقيني انا عايز اكل حاجه حادقه مع ان انا ما بحبش الحوادق مثلا. فدي بتبقى اشارات جايه من المخ لحاله الجسم. بالظبط. هو الجسم في حاله توتر عايز حاجات، اول حاجه بيزق الشخص ده انه ياخد حاجه فيها مخبوزات ومعجنات. زي ياخد سندوتش فينو بالمربى، سندوتش حلاوه، بيتزا، سندوتش برجر، بيتزاية، سندوتش شاورما. ليه؟ لان المخبوزات البيضه دي فيها ماده اسمها التريبتوفان، نوع من الاحماض الامينيه، الجسم بياخدها يحولها لحاجه اسمها هرمون استروتونين، والاستروتونين ده اهم هرمون لحفظ التوازن النفسي والهدوء. تمام. فالجسم عشان يهدى محتاج الماده دي، فبيزق الشخص يقول روح كل دي. بعديها بيقول له لازم تروح تاكل بار شوكولاته حلو كده. ليه؟ لانه عشان يستعيد التوازن بتاعه محتاج مغنيسيوم، والمغنيسيوم موجود في الشوكولاته. فبتبص تلاقي الانسان اللي بيحط همه في الاكل بيضيع التوازن اللي عنده. بيخش الاول على المخبوزات وبعديها على الشوكولاته. بس هي الفكره في ايه؟ ان الجسم محتاج حاجات صغيره. بس على ما الحاجه بتسيب الامعاء وتخش على الدوره الدمويه بيكون الشخص ده التهم كميه كبيره من الاكل ده، سواء الاكل المعجنات او سواء الشوكولاتات، مره واحده كبيره واثنين وثلاثه. طيب بص بقى يا دكتور، يعني احنا طبعا الانتاج عندنا ما فيش زيه في الدنيا، فاحنا بقى جايبين اغلبيه الحاجات اللي المفروض يعني بيتقال عليها ايه، اكل السعاده او الحاجات الخاصه بهرمون السعاده. خلينا بقى كده حاجه حاجه، تعالوا مع بعض كده حاجه حاجه. دلوقتي احنا معانا اول حاجه عين الجمل اهو. عين الجمل اللي دايما والدتي تقول لي كلي عين جمل، وبعدين بيقولوا عين الجمل مرسوم زي المخ بالظبط. فيعني قول لي بقى عين الجمل المفروض ناكل منه قد ايه، وده بيدينا ايه، انهي هرمون؟ اولا عايز اقول لك انا جبت القناه الاولى كتير قوي، وسعيد قوي قوي بالتطوير اللي حصل ده. شفت حاجه مشرفه بجد. وربنا يوفقكم كلكم بجد، الحمد يعني لله. يعني فريق كامل متكامل عشان نطلع بالحلقه كده. طيب احنا طلبنا من الانتاج طبعا كل الحاجات الحلوه اللي بتدي اوميجا 3 والحاجات كلها، الاكلات اللي حضرتك تتكلم عليها. خلينا نبتدي الاول نتكلم على عين الجمل. تمام.
هو عنب جمل زي ما كل الساده المشاهدات والمشاهدين عارفين هو في ماده الاوميجا 3 والماده دي بتخش في تكوين خلايا الذاكره وبدونها خلايا الذاكره ما تتكونش. ده كمان في ماده ايمان اسمها الكولين موجوده في الاوميجا 3 موجوده في المكسرات في عين الجمل بالذات والماده دي مسؤوله عن نقل وتبادل المعلومات بين خلايا المخ. نقل وتبادل المعلومات داخل خلايا المخ يعني ليها علاقه بالزهايمر اللي جاي لنا اليومين دول. الله ينور عليكي. لان نقص الماده دي بالظبط ممكن يؤدي الى ضعف شديد في الذاكره. يعني ناكل عين جمل عشان الذاكره بالهنا والشفا. طيب بس خدي بالك. ايوه اخد بالي بقى من ايه. خدي بالك العين الجمل ال 100 جرام 651 سعر. ال 100 جرام دي يعني كام واحده كده يعني ناخد كده. مثلا الحبه دول كده حبه كده على قد ايدينا كده كبشه كده يعني كده اهو الجرام دولت يعني احنا بندي لحد دايت بندي له في الغدا مثلا 500 سعر انما حضرتك الحبه اللي تمسكتيهم دولت 650 سعر فيبوظوا لك الدايت لو احنا بنعمل دايت. يعني بص يا جماعه يعني زي ايه نزود شويه اتنين حبه هم كده دول مثلا 100 جرام صح كده؟ لا 100 جرام اكبر من كده شويه. اكبر من كده شويه يعني على قد ايدينا. ممكن ناكل ايه؟ ممكن ناكل خمس حبات. طب يفضل بقى دكتور يفضل بقى الاسئله دايما اللي ساعات بلاقي دكاتره بيقولوها تخصص قوي بالليل ولا الصبح؟ ناخد المكسرات في اي وقت. في اي وقت ناخد خمس حبات ناخد الفايده بتاعت المكسرات لان كمان مش على قد الاوميجا 3 والكولين ده غنيه بالحديد وغنيه بالزنك وكلنا عارفين اهميه الزنك للمناعه. لا نعرف برضو ايه اهميه الزنك. بصي بقى الزنك ده بيدخل في تكوين 25 انزيم من انزيمات الجسم. 25 انزيم. يعني لو الزنك نقص في جسم على فكره احنا في الصيف وبنعرق والزنك هو العنصر الوحيد من الاملاح المعدنيه اللي بيفقد مع العرق. فاحنا لازم نستعوض الزنك عن طريق الماكولات لانه بيفقد ونقص الزنك يؤدي الى سقوط الشعر ويعمل هالات تحت العين يؤدي الى شحوب البشره يؤدي نقصه الى ضعف الذاكره ضعف اللياقه الاحساس بالارهاق. نقص الزنك بيعمل مشاكل كتير جدا فمهم جدا ان احنا ناخد ماكولات فيها زنك زي المكسرات. وايه تاني؟ طيب في معانا بقى كمان اهو لوز يعني نبينه اكتر لوز وفستق وكاجو يعني هل بقى برضو في حاجه يعني انا عارفه ان كان دايما يقول للدكاتره خمس لوزات في اليوم ولا 10؟ خمسه حلوه قوي. خمسه حلوه قوي لان برضو سعراته عاليه. والفستق ده برضو يعني هل برضو ده اوفر سمنه ولا ده برضو مفيد؟ نفس الحكايه ال 100 جرام فستق 613 سعر فسعراته برضو عاليه. ناكل خمس حبات فستق نستفيد بجمال الفستق وطعمه الجميل والفوائد التي لا تعد ولا تحصى للجسم لكن في نفس الوقت نتجنب زياده الوزن. نتجنب زياده الوزن يعني خمس حبات. اللوز بقى يا دكتور اللوز بيقول لك اللوز ده عبقري زيه زي عين الجمل بس هل برضو اللوز المملح تمام؟ لان في ناس بتاكله مملح يحبوه مملح احنا جايبينه النهارده مملح ولا اللوز من غير ملح وفي السموكت كمان يعني لا هو بص هو بترجع للذوق الانسان نفسه بس هو في الاخر لوز في الاخر لوز بس طبعا لو حد عنده ضغط ما ياخدش المملح. وبصفه عامه هو كل ما الحاجه تبقى موجوده في صورتها الطبيعيه احسن بكتير. يعني اللوز الني قيمته الغذائيه اعلى من المحمص واعلى من المدخن واعلى من المملح. يعني ولو هنجيب حاجه مملحه نجيب من مصدر محترم عشان يبقى مستخدم ملح صحي. ملح صحي لان في البعض بيستخدم ملح سياحات زي ما حضرتك عارفه وده ملح مضر جدا. فدايما نختار المكان اللي بنشتري منه. طيب انا لما باجي اروح الجيم الترينر بتاعي بيقول لي كلي قبل ما تجيلي مشمشيه قراصيا. طبعا انا هموت واكل قراصيا بس يعني خليها بعد الهوا. فايه القراصيا دي بيقولوا عليها صندوق الحياه. ايه بقى كم الفيتامينات والحاجات اللي في القراصيا يا دكتور قبل ما اروح للمشمشيه؟ هي غنيه جدا بالحديد. حديد يعني الناس اللي عندها انيميا والهيموجلوبين عندها واقع خالص حالنا زي حال ناس كتير قراصيا. على فكره الانيميا منتشره في مراحل العمريه المختلفه صغيرين من اول اطفال لغايه كبار وخاصه في البنات والسيدات عشان الظروف الشهريه بتاعتهم لابد ياخدوا حاجات فيها حديد. فالقراصيا من الحاجات اللي فيها حديد بالاضافه بقى ان القراصيا غنيه بالالياف. الناس اللي بتعاني من الامساك ومش لاقيه حل لو خدت وحدتين قراصيا كل يوم الصبح على الريق الامساك معاه بيفك. تمام. القراصيا غنيه بالزنك اللي كنا بنتكلم عنه من شويه. تمام.
غنيه كمان بعنصر اسمه عنصر النحاس. النحاس ده الانتظام في المأكولات اللي بتحتوي على النحاس بيأخر الشيب المبكر. أيوة. اللي بيحصل عند البنات والسيدات. لحظه بقى هنا يا دكتور، كم مره حد فينا عمره عمل تحليل دم، صوره دم، واهتم ان النحاس في جسمه قد ايه؟ اعتقد 1 في المليون. لان انا اخر مره الدكتور بيقول لي نسبه النحاس عندك، قلت له ايه ده؟ انا قلت مثلا هتقول لي الحديد، الكالسيوم. لكن النحاس ناس كتير قوي مش فاهمه النحاس ده المفروض موجود في أي اكلات، او المفروض يبقى بكام في جسمنا بنسبه قد ايه؟ موجود في الكاجو، في الكاجو، موجود في الاعرزيا، موجود في الفول السوداني، في الفول السوداني، موجود في اللب، اللب الابيض، اللب الابيض غني بعنصر النحاس. تمام. موجود كمان في شوربه الخضار اللي احنا ما بنحبهاش، اللي احنا ما بنحبهاش. بس شفتني بصيت لك ازاي؟ شوربه الخضار غير شوربه الخضار اللي متجهزه في البيت، مش اللي ما جايه من الرف بتاع السوبر ماركت. ايوه. لان عمليه اعداد شوربه الخضار الجاهزه دي في السوبر ماركت اثناء الاعداد بتفقد عناصر كتير، من ضمنها بتفقد النحاس وبتفقد الزنك. طيب يعني خبر حلو يا ستات ويا رجاله، لان الرجاله دلوقتي برضو بيعملوا عمليات تجميل وبيلعبوا رياضه عشان ما يكبروش. فاكبر عنصر ضد العجز الشيب المبكر، الشيب المبكر هو ايه؟ عنصر النحاس. النحاس ركزوا معانا، النحاس هنلاقيه في الاراسيا، هنلاقيه في الكاجو والمكسرات، في اللب الابيض، في اللب الابيض، في شوربه الخضار، وفي شوربه الخضار، وفي شوربه الخضار. طيب ليه بقى بيقول لي برضو اكل مشمشيه، مع ان الحاجات المسكره دي الواحد لما بياكلها على الريق بيحس ان هو يعني مش مبسوط، مع ان هي مفروض اكلات مهمه؟ بصي، هي المشمشيه بتتميز بوجود فيتامين الف، الف، وفيتامين الف ده مزدوج الوظيفه. اول حاجه مفيد جدا لسلامه الشعر، نقص فيتامين الف يسبب تساقط الشعر. مفيد لليونة البشرة، لأنه نقص فيتامين ألف يعمل جفاف في البشرة، وكمان شعرنا بيقع. شعرنا بيقع، يعني كل الستات اللي هي مشاكلها في الشعر فعلا شعرنا بيقع جدا، عشان أكيد ما بناخدش كل الفيتامينات دي. ما هو الشعر محتاج إيه؟ محتاج إيه؟ أول حاجة فيتامين ألف. تمام. موجود في الجزر، موجود في البسلة، موجود في السبانخ، موجود في الفلفل الأخضر، وموجودة في المشمشية زي ما قلنا. تمام. الشعر محتاج فيتامين ب المركب. من غيره الشعر يبقى دايما شاحب ومريض وبيتقصف وبيقع. وب المركب موجود فين؟ فين؟ في الزبادي وفي اللبن الرايب. اخر مره ايمان شربت لبن رايب سنه كام؟ في رمضان. احنا ما بنشربش اللبن الرايب غير في رمضان بعد السحور، عشان دبين فول وطعميه وكده. لا، اللبن الرايب ده منجم من فيتامين ب المركب. ايه ده، حلوه المعلومات دي يا دكتور جدا. فمهم. يعني نشرب لبن رايب كتير، كل يوم يبقى فيه لبن رايب، عايز الشعر يبقى سليم. تمام. لازم ناخد كوبايه لبن رايب، حتى لو كوبايه صغيره كل يوم. لا استنى بقى عشان نعملها وصفه كامله، اللي عايزه شعرها يبقى حلو ركزي معانا. رقم واحد لبن رايب. تمام. رقم اتنين، نمره اتنين، لازم ناخد قرص خميره كل يوم. قرص خميره، قرص خميره، يعني ممكن نجيب خميره دي اللي هي خميره بيره بتاعت الصيدليه العلبه دي. تمام. والخميره فيها في الفرن في خميره. ودي احسن. اللي هي بتاعت المخبز اللي هو لكن كمان في نزلوا منها اقراص في الصيدليات. طيب وممكن نجيب ناخد قرص خميره كل يوم. قرص خميره. يبقى لبن رايب. تمام. قرص خميره كل يوم. ثمره جزر كل يوم. جزرايه كل يوم. او وحده مشمشيه. تمام. لازم ناخد معلقه عسل اسود كل يوم. طب معلقه عسل اسود هل على الريق ولا عادي في اي وقت؟ ناخدها في اي وقت. يعني معلقه عسل اسود كمان مع التوليفه. لان نقص الحديد يوقع الشعر. نقص الحديد بيوقع الشعر. طب حلو قوي، ما دام بقى جينا ايه للحديد، ايه الاكلات اللي بتزود الهيموجلوبين او الحديد، الناس اللي عندها انيميا وفقر دم، ودي مهمه قوي قوي قوي. لا، نقص حديد عند البنات فعلا موضوع شائع جدا، بسبب زي ما بقول لحضرتك الظروف الشهريه، وسبب انها ولدت مره ولدت مرتين، كل دي حاجات بتقلل نسبه الهيموجلوبين. تمام. والاكل بتاعنا ما بقاش يستعوض الهيموجلوبين زي زمان. طيب. يعني حتى كانت الدراسات اتعملت على مجموعه مأكولات موجوده دلوقتي وقارنوها بالمكونات اللي كانت موجوده من 20 سنه، لقوا ان القيمه الغذائيه نزلت بنسبه 40%. كمان. فاحنا محتاجين بقى نركز في الاكل. يلا، الناس اللي عندها انيميا وعايزه تعلي الحديد في جسمها، معلقه عسل اسود مرتين في اليوم. والسؤال اللي ورا منه على طول، مش هتخن يا دكتور؟ لا مش هتتخن. ايوه بالظبط كده. يعني مش هتخن يا دكتور؟ لا مش السؤال ده كل يوم 100 مره. ايوه بالظبط. مش هتخن؟ لا مش هتخفيش معلقه مش هتتخني. يبقى للانيميا معلقه عسل اسود كل يوم على الريق.
طبق سلطه خضراء كل يوم. طبق سلطه خضراء كل يوم، ولازم يكون فيه على الاقل اربع انواع حاجات خضراء، طماطم وجزر وفلفل وخيار، دول الحد الادنى. طبق السلطه طبق غيره المكسرات كلها فيها حديد. طيب احنا بقى جايبين كمان، هو ده طبعا عنصر السعاده كنت سايباه للاخر، بس بما اننا بنتكلم على الانيميا، الدارك شوكليت اكتر ولا الشوكليت العاديه اكتر؟ الاثنين فيهم مغنيسيوم زي بعض. والاثنين احنا بنسمح في الدايت بمكعب منهم قد العقلة الصباع كده، ما تفرقش النوع على فكره. بس الناس بتقول الفرق بينهم السكر، بس ان ده سكره قليل. الدارك من... ده اهم من الشوكولاته العاديه. لا هو هو فقيمه غذائيه، لكن السكر بس اقل في الدارك عن العادي. تبالك؟ طيب نكمل بقيه الانيميا. بقيه الانيميا لازم ناكل شوربه حاجه، طبق خضار كل يوم. يا خضار مطبوخ يا شوربه خضار. تمام. طب البنجر، يعني انا شفت بتابع فيديوهات بيعملوا البنجر مع عصير البرتقال. ممتاز ممتاز. يعني ممكن ناس تقطعه عادي ولا يبقى عصير افيد؟ يعني ازاي البنجر بيتعمل عشان اقدر اخد منه اكبر نسبه حديد؟ ممكن ناكله كده وممكن نعصره وناخده كمشروب، الاثنين نفس القيمه، بس لما ناكله في ميزه كمان انه ملين للالياف اللي فيه، فممكن ناخده كده وممكن ناخده كده. بيقولوا في حاجات غريبه، يعني مثلا يقول لك الجوافه فيها اكبر نسبه حديد مع الكالسيوم، ولا كالسيوم اكتر؟ الجوافه غنيه بالكالسيوم. يعني مالهاش علاقه بالحديد. ولا وفيها حديد. اصل بيحطوها برضو على البنجر. مفيش مانع، ما فيها حديد. وفيها فيتامين سي كمان عشان الحديد، عشان يمتص الحديد. الحديد يمكن دي معلومه برضو ناس كتير ما تعرفهاش، ان انت لما بتاخد حديد لازم تاخد معاه فيتامين سي. فيتامين سي عشان بيخلي جسمنا يساعد على امتصاص الحديد. يساعد على امتصاص الحديد. ده مظبوط. طب في حاجات عن الحديد احنا ما نعرفهاش، يعني ناكلها او نشربها؟ لا لا، هو احنا بس محتاجين نركز. يعني الحديد موجود في مكسرات، موجود في شوربه خضار، موجود في مكونات السلطه كلها، موجود في القراصية، كل الفاكهه المجففه غنيه بالحديد، سبانخ، بس جرجير. هو بالظبط كده. بس هل احنا بنركز وناكل ولا ماشيين بالبركه؟ لا بالبركه طبعا. بالبركه دي ماشيين بالبركه. يعني اكيد، يعني المفروض انا اسال نفسي النهارده، انا خدت حاجه فيها حديد ولا لا، خدت حاجه فيها كالسيوم ولا ما خدتش؟ لازم نبقى مركزين. لازم بقول حاجه، القيمه الغذائيه بتاعه الاكل ما بقتش زي زمان. لازم انا اركز محتاجه عناصر ايه. زي ما انت كده حضرتك قلتي، النحاس لفت نظرك. الدكتور بيدور على حاجه مش في مجال اهتمامك خالص. طب احنا قلنا ايه اللي بيزود الحديد، ولازم اسال السؤال ده، ايه اللي بيكسر الحديد في الجسم؟ لان دي المشكله العظمى دلوقتي، ان الحديد بيتكسر في جسمنا. ايه الحاجات اللي احنا بناكلها او بنشربها بتشيل الحديد خالص من الجسم؟ يعني بيقولوا لي القهوه، بيقولوا التدخين، يعني هل دي الحاجات، شاي، القهوه، هل الحاجات اللي بتكسر الحديد في الجسم ايه هي؟ لا بص، هو مش حكايه تكسر الحديد، لان الحديد احنا عندنا الدوره الدمويه بتاعت كرات الدم الحمراء 90 يوم. كل 90 يوم كرات الدم الحمراء اللي هي اصلا شايله الحديد، ما هو كرات الدم الحمراء فيها جزء اسمه الهيم، هيموجلوبين، فهو الجزء ده الجلوبين ده شايل الحديد اللي هو الهيم ده. تمام. فالكره دي بتتكسر وكل ده بيتغير ويتكرر تاني كل 3 شهور. فدوره الدمويه بتاعت الكرات الدم الحمراء 3 شهور. فالجسم بيجدد نفسه من تلقاء نفسه. بس احنا نهتم بالحاجات اللي فيها حديد عشان نستفيد منه، وناخد حاجه فيتامين سي عشان نستفيد من الحديد اللي موجود ونمتص اكبر قدر منه. بص، هو احنا عندنا الشاي التقيل بتاع زمان ده، كشري ده بتاع الشاي التقيل ده، بيبقى في حاجه اسمها حمض التانيك، تانيك اسيد. التانيك اسيد ده بيرصب الحديد وبيرصب الكالسيوم. يعني لو خدنا شاي خفيف مفيش مشكله. المشكله ان انت تاخدي مع الحديد شاي تقيل. الشاي التقيل الحبر ده فيه تانيك اسيد، ده اللي بيرصب الحديد وبيمنع الجسم انه يمتصه، ما هو ما بيكسروش. هو بس يبقى الحديد موجود كده وقاعد ضيف، ما بيخشش الدوره الدمويه. طب احنا هنطلع فاصل، بس انا كمان جه في بالي ان الشاي، انا بيقولوا من قديم الازل من ايام جدودي ان الشاي مفيد. بس طبعاً امتى برضو نشرب الشاي يبقى مفيد لجسمي، وامتى الشاي والقهوه يبقوا مضرين ليا؟ فاصل وراجع لكم على طول. ورجعنا لكم مره ثانيه مشاهدينا، ونروح بسرعه، انا عارفه ان انتوا قاعدين مركزين عايزين تعرفوا الشاي والقهوه، لان احنا كلنا كمصريين طول النهار يا شاي يا قهوة. احنا ما بناكل يا دكتور أكلة تقيلة لازم نحبس بكوباية شاي بالنعناع. فهل الحبسة دي بتحبس جوانا كل الفيتامينات وكل الحاجات، العناصر الأساسية في الأكل؟ لا مش للدرجة دي، بس هو لو كان الشاي خفيف يبقى أحسن، ولو استنينا ساعتين وبعدين شربنا كوباية شاي هيبقى أحسن وأحسن. أحسن وأحسن، يعني بعديها بساعتين. بالظبط كده. طب لينا كام كوباية قهوة في اليوم؟
لغايه 5 كوبايات في اليوم ما فيهمش مشكله. طب الحمد لله. انا كنت خايفه تقول لي واحده كوبايتين. لا 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 لغايه 5 كوبايات حاجه صحيه جدا ومفيش مشكله. طب هل فعلا القهوه مفيده للقلب؟ لا القهوه ملهاش علاقه بالقلب لكن لو زادت عن 5 كوبايات بتزود ضربات القلب. بتزود لكن ضربات هي فيها القلب. فيها كمان حاجه اسمها مضادات الاكسده. مضادات الاكسده دي بتعمل حاجه مفيده قوي. احنا طول النهار بناكل ونشرب ونخش مش كل الاكل اللي بناكله صحي. مضادات الاكسده دي وظيفتها طب انها بتخش على المواد الضاره اللي بتسبب الشيخوخه وبتسبب الاحساس بالارهاق والتعب وبتاخد المواد دي تخرجها خارج الجسم. طب تمام. فمن ضمن الحاجات الغنيه بمضادات الاكسده البن. البن. الله طب حلو ده. يعني ده الجيش اللي بيطرد السموم مضادات الاكسده. طب يخليني بقى نعد مع بعض ايه الاكلات اللي فيها مضادات اكسده مهمه ناكلها. خضروات كلها فيها مضادات اكسده. خضار كله. مكسرات بكل انواعها فيها مضادات اكسده. الفواكه الجافه كلها غنيه بمضادات الاكسده. بيقولوا الموز فيه كم مضادات اكسده وكالسيوم ولا ملوش علاقه بمضادات الموز بقى غني بحاجات كتيره قوي. عنصر بوتاسيوم والناس اللي هي بتيجي بتشك من كرامبس. غني بفيتامين ا اللي كنا بنتكلم عنه من شويه. غني في فيتامين ب اللي كنا بنتكلم عشان نضاره البشره. وفي ماده الكولين المفيده للذاكره اللي كنا بنتكلم عليها من شويه. كمان فمهم قوي ان احنا ناخد ثمره موز كل يوم. كل يوم. طيب الكالسيوم بقى يعني احنا بقينا معظم الناس بتعاني من الهشاشه وان ركبي وجعاني وتلاقي لسه شاب عنده حاجه 20 سنه وبيلعب رياضه وبيروح الجيم اللي بيقول لك ايديا مش قادره احركها ركبي. يعني احنا برضو عندنا كتير نقص كالسيوم ما بنهتمش بالكالسيوم في حياتنا. يمكن احنا كامهات نفضل ندي كالسيوم لاولادنا لغايه اول ما يبقوا كبار فخلاص احنا ما بنهتمش خالص بالكالسيوم. يعني المشكله في الكالسيوم ايه؟ احنا كلنا عارفين ان الكالسيوم موجود في منتجات الالبان. اللبن والزبادي واللبن الرايب موجود في كل منتجات في الاجبان كلها. لكن احنا عشان احنا ممكن ناخد كالسيوم وما نستفدش منه. عشان ناخد كالسيوم محتاجين ناخد العنصر اللي بيساعد على امتصاص الكالسيوم اللي هو ايه؟ المغنيسيوم. المغنيسيوم. فاحنا مش بس ناخد مأكولات فيها كالسيوم لا كمان ناخد مأكولات بتساعد على امتصاص الكالسيوم. زي مكعب الشوكولاته اللي كنا بنتكلم عنه من شويه. تمام. مكسرات زي الفاكهه المجففه دي زي الكاكاو. كاكاو. نسكويك. ايوه عشان كده دايما شركات الادويه عامله الكالسيوم لو اشتريناه تلاقيه معاه مغنيسيوم. معاه مغنيسيوم عشان يساعد على امتصاص الكالسيوم. بيساعد على ده. كمان لازم نبعد عن المأكولات اللي بتخلي الجسم يسيب الكالسيوم يسيب العظم ويخرج. ما احنا ممكن ناخد كالسيوم. وناخد مأكولات بتساعد على امتصاص الكالسيوم وبعد الكالسيوم ما يخش العظم يخرج ويسيبه اللي هو الهشاشه. ايوه ايه بقى المأكولات اللي بتخلي الكالسيوم تلزق في العظم؟ عشان نمنع طبعا احنا كمصريين اول واحد دلوقتي هيرد علينا على الشاشه يقول لك الكوارع. كوارع بتقوي العظم. مش مظبوط. مش مظبوط. يعني ده خاطئه معلومه غلط الكوارع. طب امال الكوارع مش بالك بترم العظم كده؟ لا ده كلام بقى كده. كلام زمان. طيب خلينا نقول الحاجات اللي بتخلي الكالسيوم تلزق في العظم وتقوي العظم. ايه اللي يخلي الكالسيوم بعد ما يخش العظم يسيبه ويخرج؟ لو خدنا حاجات غلط زي لو خدنا مياه غازيه. مياه غازيه. المياه الغازيه دي بتخلي الكالسيوم يخرج من العظم ويسبب هشاشه. الوجبات مفيدة. الجاهزة. الشاي التقيل. القهوة التقيلة. اللي هو البن السك خالص ده. الغامق. دي حاجات لازم نتجنبها عشان الكالسيوم يفضل موجود في العظم زي ما هو. معلومات مهمة قوي. خليك معانا يا دكتور. هنروح زوم واحنا قاعدين مع بعض اهو مش سايباك النهاردة. معانا على زوم الأستاذة دينا صلاح أو زي ما هي معروفة بدنا صلاح. هي من اسكندرية وعاشقة انها تدوق الاكلات المختلفة ومعروفها بذوقها الاسكندراني الجميل وعندها كتاب اسمه سفرة دايمة حكايات الاكل وحكايات الاكلات الحلوة اللي هي دايما بتقدمها. انا هسألها على طول. دنا ازيك؟ ايه الاخبار؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. انت اصلا في الاساس خريجة فلسفة صح؟ ايه اللي شدك بقى ان انت تحبي الاكل وتدوقيه وتقدمي لنا اكلات حلوة كده؟ الغريب ان انا القصه بتاعتي ده في ناس كتير مش بتصدق. انا كنت في الاول ما بحبش الاكل خالص.
اللي هو انا اصلا ماما كانت بتتحايل عليا اللي هو بلعي وكلي ايه وبابا اللي هم طبق مني، كنت واحده مش فودي خالص. بس انا مامتي دايما كانت مشهوره انها بتعمل اكل تحفه، ويعني كل انواع الديزرتس كل انواع الاكلات. كان دايما مثلا لو عندنا مثلا عيد ميلاد او عندنا مناسبات بتعمل اللي هي السفره بقى اللي فيها كل حاجه. فانا متربيه على اكل حلو من جدتي كمان مش من مامتي بس. بدات كده في 2018 انا بحب صور الاكل جدا، فقعدت احطها كده على جروبات راندوم على الفيسبوك واشارك الناس حب الاكل وعايز اشوف الناس بتحب الاكلات دي زيي ولا لا. لقيت تفاعل كبير جدا، احط مثلا صوره بيتزا صوره حلويات الاقي ناس بتتكلم بتتفاعل معايا وانا بحبه، الصور العاديه مش اي صور. فحسيت ان الموضوع لا عايز ياخد اطار اكبر من كده، فقررت ان انا اعمل بيج خاصه بيا واسميها دانا 300. مش عارفه ليه 300 بصراحه، هو رقم جالي كده راندوم. وبدات ان انا اعمل البيج دي بمجرد الاول ان انا ببدا بيها بحط صور عن الاكل وببعت للناس الفرنس اللي عندي انفايت نتكلم على الاكل. فبعدين حسيت ان الموضوع هيبدا يكبر قوي، لا هو مش مجرد ان انا احط صور كده من نفسي، انا عايزه حاجه بيرسونال ليا، حاسس الناس ان هم بيتكلموا معايا انا ومشارك حاجه تبعي انا. فبدات ادخل في سكه الفود ريفيو ان انا اعمل ريفيوز على الاكل في المطاعم والكافيهات، وكل ما اروح اصور واقوم منزله الريفيو في البيج على الجروبس كلها بتاعت الاكل. ولقيت الناس مبسوطه بان انا يعني غالبا دايما الناس بتبقى شايفه الفوديز بتكون اغلبهم طبعا كانوا في الاول رجاله اكتر، اوائل ما انا طلعت مفيش بنوته اللي هي تبدو ان هي مثلا بفنطوعه وبتاكلوا الكلام ده. وبعدين بدات بقى اشارك معاهم الحب للريفيوز، يعني اروح كل مطعم اروح واقوم اتكلم عن الاكل. طيب يعني انا دايما بحب اتفرج عليكي بطريقتي، مثلا كست انا شايفه الاكل عجبك، طريقه رياكشناتك مع الاكل، ممكن تقدمي لي اكل انا ما اكلتهاش قبل كده بس شغفك وانت بتاكليها بيخليني اروح اكلها او اطلبها، فده حاجه حلوه. لكن ايه اللي خلاكي من عرض الاكل ريفيوهات للمطاعم ان انت تعملي كتاب؟ يعني هل الموضوع كان يستاهل تعملي كتاب؟ بصراحه يعني انا اولا اختي كاتبه وعين، فهي فاهمه ده، فهي حست ان ايه طب ليه ما تعمليش كتاب؟ يعني اغلب الناس برضه بتعمل موضوع ان هي مثلا اي مجال بتحبه بيعملوا عنه كتب. المفروض حسيت في كتب كتيره مثلا للسي اي اوز دلوقتي طالعه بتنصحك في حاجات في علم النفس في الرياضه في حاجات كتير. أيوة. فليه انت كمان ما تكمليش بما ان انت عندك كده شغف للاكل وبتكتبي اوريدي ريفيوز بتطلعي مشاعرك فيها كتابيه قبل ما بقى ما نبقى دلوقتي في فتره ان احنا اكتر حاجه لازم نعمل فيديوز اكتر عشان الناس بقت بتتمل من القرايه قوي، اعملي كتاب. فانا خدت نصيحتها وقررت ان انا انقل تجربتي كمان ككتاب، يعني كاني بكمل البراند بتاعتي ان انا بطور لها افكار كمان. اولا فكره الكتاب جت من اول كوفيد لما وقفنا اكل في المطاعم والكافيهات، وبقيت انا خايفه طب انا ايه اللي ممكن هقدمه، طب انا هعمل ايه دلوقتي واحنا كلنا مش بناكل في المطاعم وخايفين. عملت فكره الانترفيوز ان انا ابعت لاصحابي اسالهم عن ارائهم في الاكل وبيحبوا اكل ايه واعرضها على الفيسبوك بيج، فدي كانها بقت كانها كايند اوف حاجه كتابيه ان انا بسالهم اسئله وكلها سؤال وجواب كتابه وحط الصوره بتاعتهم او صور الاكلات. فده كان بدايه استثمار ان انا خرجت عن فكره ان انا بعمل ريفيوز للاكل وكده ومش عارفه اكل حاجه في كورونا وبعمل بس مجرد انترفيوز كتابيه. طب ليه ما اكملش الفكره واعمل كمان كتاب انقل فيه فكرتي والناس تقراه وتشوف اكتر انا بعمل ايه. شكرا ليكي يا حبيبة قلبي، وميرسي ان انت كنتي معانا على زوم، وحقيقي بتقدمي اكلات حلوة وحسيتك ناجحة في الحتة دي، فكملي بس خلينا اكتر تقدمي لنا حاجات صحية عشان ما نتخنش عشان ما نتخنش يعني. بقيت بحس ان احنا لازم برضو ناخد بالنا من نفسنا، يعني انا بقيت برضو بقول كتير لما في ناس كتير بتقول لي مثلا طب انت بتاكلي اكلات كلها مش شرس كده على طول، او يعني بيحاولوا يشتروا، بقول لهم هو الواحد ممكن ياكل كل حاجة بس كميات قليلة، مع ان احنا نركز فعلا في الهيلثي فود، دي حاجه مهمه جدا جدا. ايوه دينا صلاح بشكرك جدا، نورتينا في يحكى لنا، ونرجع تاني للدكتور. كنا بس يعني عايز كنا بنتكلم على الكالسيوم. الكالسيوم فكنت عايز اقول للساده المشاهدات خبر جميل بمناسبه الهشاشه، يعني انت عارفه ان السيدات بعد انقطاع الدوره الشهريه بيحصل تغيرات هرمونيه بتصيب كل السيدات بالهشاشه. ايوه دي حقيقة، لأن احنا طبيعي بنفقد 1% من الكتلة العظمية كل سنة بعد سن ال 30. تمام. وفي حالة الهشاشة بتبقى نسبة التدهور دي أعلى نتيجة التغيرات الهرمونية. تمام. وكان دكاترة النساء والتوليد بيدوا السيدات مكملات تعويضية هرمونات تعويضية. مينوبوز اللي هي دورة ما بعد المينوبوز. ما بعد بيبقوا محتاجين هرمونات تعويضية تظبط الهرمونات عشان اللخبطة اللي بتحصل بتأدي إلى هشاشة. بالظبط. فما كانش عندهم بديل غير ان هم يدوا الهرمونات التعويضيه دي. تمام.
لغايه من فتره صغيره المركز القومي للبحوث بتاعنا عمل دراسه كان عايز يدور على حاجه تعويضيه تغني عن الهرمونات التعويضيه، لان كان في بعض الاحيان بدون قطع كلامك قالوا ان الهرمونات البديله دي بتجيب سرطان في اللونج تيرم قدام شويه. مظبوط. فلقوا ستات كتير جالها سرطان فجم يدوروا لقوا ان الادويه اللي هو الهرمون البديل اللي الست بتاخده بعد انقطاع الدوره الشهريه. تمام. صح كده؟ مظبوط كلامك مظبوط 100% لغايه ما لقوا انه في مأكولات تعتبر كما لو كانت هرمونات تعويضيه بتمنع فقد الكالسيوم من العظم. اللي هم ايه بقى؟ ايه بقى؟ البرتقال. البرتقال والليمون والبصل. الثلاث مأكولات دول لو احنا وظبنا بعد سن المنبوذ ان احنا لازم ناخد حاجه منهم كل يوم طازه تعتبر مانعه لفقد الكالسيوم من العظم، فتعتبر هرمون تعويضي بالظبط، وفي نفس الوقت حاجات طبيعيه. في عصير ليمون بالنعناع، في عصير الجريب فروت مهم قوي برضو، بس ميزز قوي. ده برضو من المضادات. جريب فروت ده اول ما اسمع اسمه احس ان انا ميزز، يعني سناني بتدرس. عصير البقدونس والكرفس. بقدونس والكرفس. ده بقى ايه للكبد؟ ده منظم للهضم. منظم للهضم. غني جدا بمضادات الاكسده. غني بالحديد. بيدعم وظائف الكبد وبيقلل الكوليسترول والدهون الثلاثيه. مريض السرطان، مريض السرطان ايه اكتر حاجه، لا يعني قبل ما ندخل، ايه الحاجه اللي ضد السرطان يعني تخلينا ياخر مرض السرطان؟ الاكل الصحي برضه يعني. ونبعد عن كل ما هو صناعي. اصل كانوا بيقولوا البروكلي، فحبيت اقول المعلومه دي بس في الاخر. ما هو اكل صحي البروكلي. ما هو اكل صحي. لازم حضرتك دايما ناخد اكل صحي ونبعد عن الاكل المجهز بره الشارع. يعني حتى في مستشفى الاورام يمنعوا العصاري الجاهزه، العلب، المعلبات طبعًا. كل الحاجات، المعلبات دي، المياه الغازيه، المعلبات، المواد الحافظه كلها. المواد الحافظه كلها طبعا، مش عايزه كلام. دكتور انا بشكرك جدا، يعني الدكتور احمد دياب استشاري التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه، نورتنا النهارده في يحكي لنا، وحقيقي روشته كامله متكامله ودسمه. روشته ازاي تبقى حياتنا احلى، لان زي ما قلت في بدايه الحلقه ان الاكلات دي اللي بتتحكم في حياتنا. اكلت اكل صحي ومفيد ومليء بالفيتامينات هتبقى شخصيه فريش ومركز، لان الحاجات دي كلها بتخلي الذاكره تمام وتخلي جسمك تمام وتبعد عن السمنه. اكلنا اكل صحي احنا تمام، اكلنا اكل جانك فود واكل كله غير صحي هشاشه عظام وظهري وجعني وعينيا مزغلله وشعري بيقع وكل المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها. هاتوا الحلقة من أولها، ورقة وقلم واكتبوا ورانا. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله على خير.